استنى ويعاود يرجع بحرين على العصام. مرحبا بكم الناس الكل، تابوني ومسيرش الكونت انستغرام، تلقاو فيه ليان للشين يوتيوب اسلام المدب. الشين يوتيوب تلقاو فيها الحوارات الكل اللي عملناهم من بدا الكونفينمون، عدد الحوارات ممتازين باش تلقاوهم. هبط اليوم 7 الحوارات متاع البارح مع محمد علي، البارح شكون معانا هو مختار بالخيسة البارح، تلقاو بقية الحوارات الكل في الشين يوتيوب كيف كيف ان شاء الله. عصام، ايه قلت لي كنت تخمم بطريقة خايبة شوية، اش معناها؟ اش تقصد؟ اش خممت؟ ايه خممت وقتها، قلت انا من الجنوب ما يحبوش معناتها جاي من بنين. اوه مو صحيح، اي مو جوغ صحيح. سوفي، انا وقتها بريود هيك توجه شبيك سو، انت رابحين واحد بلاش ويزفر عليك الجمهور وانت اللي ماركيت، تعاود ماركيت ثاني، فهمت؟ سامحني، تعاود ماركيت ثاني وزيد الجمهور يزفر عليك، استاد كامل يزفر عليك، شو تحس انت؟ هبلت اوف. هبلت. هب انا في الميتون ما كذبش عليك، في الميتون مشيت لونترونير، لونترونير قلت له اخت مارشون، قلت له خرجني، قلت له انا نفسي ما عادش نجم نكمل الماتش، فهمت؟ قلت له ما خرجت نجمش، وقتها. ما خرجش، كملت الماتش، هو يا ريت وخرجني وقت، فهمت؟ زدت صار نسيت، انا زدت وقتها صرت جنة اكثر وقتها. لا فقط معناتها ما عادش مركز على ماتش، جوني دي زوكازيون معناتها ساهلين برشا، جيت كلهم على جنب، معناتها سي مش ما عادش مركز على ماتش، اعطيني وقت في الماتش ونروح. نروح فهمت؟ اكثر حاجه وجعتك شنية؟ اكثر كلمه مثلا وجعتك سمعتها شنية بالضبط عصام؟ لا تصفير، فهمت؟ كان بالله شوف، هي تصير فما عباد تزفر، كان جاو 4 من الناس جروب صغير استاذ يزفر، الكل يزفر. نورمال تتعدى معناتها، فما الجوار ما يزفرش عليه، فهمت؟ اما كي يبدا الصوت كامل يزفر عليك توجع بقلبك. النقد ديما هو برشا نقد لعصام، اكثر حاجه وجعتك شنية يا عصام؟ ما كلمة عبد، قالت ولا حاجة سمعتها، ميساج جاك ولا قالوا لك حاجة؟ لا لا ولا لا، انا اشوف اي حاجه توصلنا خذها بوزيتيف، فهمت؟ بالعكس نزيد نصلح بيها روحي، ما فهمت، ما يقلقنيش قلقك لقى. كلمة مزار مثلا؟ لا بالعكس نورمال، ما متقلقنيش، نقول لهم عادي مزهار يا اخي، اتاكون كيفاش تحبوه، اتاكون تحبوه مش مزهار، صحيح، اعطوني حس ما اتاكون، فما مكان فما معناتها ريكونيسونس كلهم، لعصام معناتها انا مزهار معاش، فما باش نسمي لك اتاكون انزاجي، علي. لا مش نحكي باش نخرج انزاك انزاجي، تقولي لي زاد انزاجي مزهار، راك تشوف البونتوات كل تقاهب بينهم فماش حاجة كلهم، صار، فماش حاجة صار. فماش يا اتاكون يعرف وين يقف يبلاس يروح، فهمت؟ فما اتاكون خباثة، فهمت؟ خباثة، فهمت؟ ايه تعرف وين تقف زاد، تعرف وين مهم تلقى، زاد. تعرف من بلاس يروح، تعرف وين تطلب الكورة، تعرف كيفاش تتحرك، فهمت؟ مو سهلة راه. وانا الحمد لله تعلمت معناتها في، انا صغير لعبت مع جوارات، تعلمت منهم برشا حاجات، سواء في الكيب تحس ناسيونال وفي ما كانش الخارج. فما ريكونيسونس ليك عصام رغم اللي عطيته ليكيب ناسيونال؟ شنو؟ تحس ما كانش فما ريكونيسونس ليك رغم اللي عطيته ليكيب اي ناسيونال؟ انت اي حسيتها في الاخر. مدرس شوية على التوانسة. لا مش عليه باش نتغشش، ده نورمال، ما حسيتها على كيب ناسيونال كيفاش معناتها طريقة الخروج متاعي كانت بطريقة هيك، فهمت؟ كنت منيتها تكون ما خير، فهمت؟ اما لا غالب، فهمت؟ يقول تسجل ماتشات سهلين. لا ماركيت، في ماركيت في برشا ماتشوات عليه، فما ماتشوات هكا صعبة. نوصلك في الكلام اللي قال عليك، معناه لا لا مش رأيي انا، معناه لا لا، فما برشا ماتشوات لعبناهم صعب وماركيت فيهم، معليش. هل صحيح انه في وقت من الاوقات كنت مسيطر على الفيستير بتاع ليجا باسيونال، لا مشيتي وبلبولي مثلا لا وراقد لا وفرنسي كلام على كلونات وقتها وشكون لا، يجي وشكون ما يجيش؟ شوف في الكيب ناسيونال، سمعتوا اكيد الكلام لا هذايا. لا شوف في الكيب ناسيونال، سواء في ال في البريود متاعي اني بتاعنا احنا، ولا البريود اللي قبلنا، ولا البريود هذه الجديده، ولا اللي بعدها، ولا اللي بعد بعدها، جامي تلقى كلون في الكيب ناسيونال، راهم لا يكذبوا لا عليكم. فما لا عصام، عصام لا برشا لا من لا اللاعبين قالوها لا زاد لا لا لا، 94 ما كانش فما كلونات.
هيك من عاش. انا مش احكيك اللي خطت عليهم انا، تحكي علي عشت وانت نحكي بفهم. انا عشت وين، فهمت؟ جامي تلقى كلون ولا جروب هيك، عامل جروب هيك مع هيك، هيك ما يحكي كانش مع عمرة هيك. مجرية مثلا وولاد البلاد. لا هيك عندنا مع التلقاهم سي نورمال، وكل واحد بيرود، فما في البيرود خط معاه خلطت عليها انا، فما معناتها بتاع رجولي ما عندنا وقت برشا دي جوار معناتها اترونجي، يا بفرنسا تلقاهم سي نورمال، عندهم جوهم وحدهم. مجيش انت فهمتك واحد جو مونتاليتي فرونسيز وواحد جيت تحطه مع واحد، ما فهمت؟ كل واحد وجو، فماش شوف خذها قاعدة في كيب ناسيونال، فما جامي انا اللي خط عليهم انا تلقاهم، معناتها عاملين دي جروب دي جروب ولا هكا يحكم في الفيستير، جامي. عنا فما دي كابيتان دي كيب، فهمت؟ فما سي سو نورمال، فما لونترونير، فما مسؤولين، فهمت؟ وفما دي كابيتان دي كيب، وهو اللي جاغ معناتها الجروب كامل هكا، فهمت؟ فهمت. باهي نحكي هذا شويه على جمعيه الاسبيرونس. شنو وين تشوف فشل السنه نتاع ما بون ما نقولوش فشل، ما هزتش الشامبيونز ليج السنه الاسبيرونس هذوك، وكان تعمل لي مقارنه بين الاسبيرونس عام الاول والسنه معناها. سي لا ميم شوز، بالعكس صحيح. الافكتيف تبدل. افكتيف سي نورمال، يخرج لك ميور جوار في الافريك بريسك، بالنسبه لنا البلايلي يوسف البلايلي، بعد بن حمود ما ياثرش خاطر جبنا معناتها في بلاصته جوار ما شاء الله يتبارك الله عليه تزيري هيك، فهمت؟ بالمحامي تقصد. بن محمد اي بن محمد خرج جبنا معناتها ان بون جوار في بلاصته، فهمت؟ مي شبكي صحيح. اي ما اثرش، حتى الجوار اللي جبناهم ما شاء الله عليهم. اما شوف المكشخه، باش نقول لك المكشخه ما نجحتش في الكوب ده في الشامبيونز ليج، هذه ما حبوهاش تنجح، فهمت؟ شكون؟ كيف تقصده؟ اي بيان سور ظاهره، وكانت مكشخه، مكشخه كانت تنجم توصل توصل للبعيد، أما على لبعيد. المشاكل واحد ما عملوها مشاكل وبرشا. جي انت دي معناتها كانت تنحي لها كات جوار تيتولير وتعاقب لونتونير ولا دي جوان، بل ما معناتها كيفاه هذا وين تجي، فهمت؟ لوجيك، فما معناتها قضيت لهم غصه كيفاش مكشخه عامين وبعضهم تهز الشامبيونز ليج، فهمت؟ وخافوا منها السنة، كانوا خايفين برشا من الترجي لا تهزها زاد خاطر نشوف الفيكتيف نتاع الترجي كان من اقوى باسك، اقوى ليكيبات السنة في الافريق، فهمت؟ لعبات خافت، فهمت؟ يقول لك خل بالنسبة خرجه يقول للمنتخب، كيفاش تحكم على المنتخب اليوم التونسي؟ قاعد يمشي يتحسن. عندنا تو عندنا ما شاء الله عندنا دي بون جوير صغار وقاعدين معناتها يتحسنوا، لازمها شوف القاعدة ناقصنا في الكيب ناسيونال، مش خاطر انا خرجت ولا حاجة، قاعدين نبدلوا برشا لي زاتاكون، فهمت؟ قبل كان عندنا دو تخوا زاتاكون ديما متقام كل ستاج، فهمت؟ البيرود هذه الاخرى مع الكيب ناسيونال كل مرة وجوه جديدة، فهمت؟ اما بقيه الجوارات كل تبارك الله ما شاء الله عليهم قاعدين يخدموا مرجلين معناتها في فورما، معناتها مشروع المنتخب الكبير نشوف هو أحسن شوية باش يقدم المنتخب اليوم. اليوم في تونس. لازم نشوف، لازم عطينا برشا دي شانس للجوار معناتها المدربين الاجانب، فهمت؟ اليوم سي بون، اعطي الفرصه لتونسي وراكم الراجل مش مقصر تبارك الله عليه، معناتها قاعد نتائجه باهيه، مريقل يخدم على روحه، علاش لا خليه وقيت خلوه يخدم، نحب العباد خلوا الانترنت دي التونسي يخدم، خلوه يخدم عندنا هاك العقلية. أوه شوف الانترنت، أنا بالنسبة لي الانترنت الوحيد اترونجي دخل، أنا اللي خلطت عليه أنا اترونجي الوحيد ومع من أقوى المدربين هو روجي لومير، من أقوى لي صحيح. زونترونيغ ليترونجي اللي دخلوا تونس بالنسبة لي أنا، فهمت؟ أما تو في الكيب ناسيونال وقيت باش تعطي مدرب تونسي، وما هاك تبارك الله عليه قاعد ماتشات لعبهم كل أميكال ولا، فهمت؟ ما شاء الله عليه، فهمت؟ باهي عصام، انت مهما يتقال عليك انا اعتبرك من اللاعبين نجحت في فرنسا وفي اوروبا،
علاش لاعبيتنا في تونس قليل اللي ناجحوا في فرنسا مثلا، وانت تعرف مليح بطولة فرنسا. شوف فما دي جوار في لهنا ناس في فرنسا، الناس بتتأقلم ديما مع الجروب، لازم تدخل ديريكت في الجو. واحنا عندنا دي جوار تيميد برشا، ما تحس تقام جابت روح. وواحد كي تبدا صحيح كي تمشي جماعية جديدة سواء في فرنسا سواء في بلاد أخرى، فهمت؟ فهمت، لازم ديريكت تدخل في الجو. إذا بسقط جابت روحك وفي كوان وقاعد وما نحكي مع حتى حد، فهمت؟ واحد ما تنجحش. معناها مش امور ملاعب، مش ملاعب ولا امور تكنيك لا 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 ولا لا امور لا لا، فما امور شخصيه، معناها قوة شخصيه حاجه هكا يعطيك تفيد. الصحة يعطيك الصحة. ناس بتديكتومو معناتها تفرض روحك وتوري روحك اللي انت جاي لهنا باش جاي باش تلعب باش توري روحك، فهمت؟ تفك بلاستيك، فهمت؟ كل ملاعب يكون توقع باش ينجح في فرنسا وما نجحش، يعمل ولا يعمل مسيره خير من اللي عملها في فرنسا. الوحيد في البريود اللي مشيت فيها انا وقت باش نقول لك شكون، القمامدية، هيك القمامدية ستراسبور مش هي وقت. وقت مشى مع كريم حقي ستراسبورغ. انا حتى من بعد كي حكيت مع حقي قلت له شنو اللي صاير، قال لي نفس الحكايه نفس الكلام اللي قلته لك، ما تاقلمش ما تدخلش في الجو، فهمت؟ فهمتك. اي كيف في بريود هيك هيك القمادية ما شاء الله من اقوى معناتها من اسرع لي زاتاكون ورابيد برشا ويماركي تبارك الله عليه، فهمت؟ اي ما نفكر ماتش الارجنتين في كاس القارات تي وقتها عمل ماتش تي كبير ما شاء الله عليه وقت، فهمت؟ وتوا الوحيد لعبيه توا التوا شكون لعبيه توا. شكون اي عندنا مشى لاوروبا وما نجحش؟ بالعكس كلهم نجحوا، اللي مشى لاوروبا نجحوا. الحدادي مشى ما تولدش مسيرة مثلا، نقول شكون؟ روج فرجاني بسام السرار في اي اوكي. الروج ما زاد كيف نسيته بالرسمي. فرجاني لعب عام ولا اي وبعد رجع لتونس. اي شو نقول لك، فما حكاية تنجم تقول الجو متأقلموش، فهمت؟ فهمتك. فهمت بالعكس ابار سا معناتها هذم اللي سميتهم انتو سميتو انا، باقي الاخرين كلهم معناتها عملوا دي سيزون باهين وخرجوا، معناتها خرجوا مش بقول من باب صغير، خرجوا من رجلين، فهمت؟ تخمم انها بترجع ترجع مدنين عصام رئيس ولا حاجة هكا. متعاش على الدنيا يا ود، تعرفش عليها متعاش على الدنيا شو مكتب لك، وين يا هون يا في بلاصة أخرى. فهمت. باهي خلينا نسألك شوية سؤالات من عند العباد اللي أوكي بعثوهم لي. أوكي أشرف بركاتي قال لي ماتش تمنيت إنك ربحته مع ليكيب ناسيونال. شنو؟ تمنيت وربحت مع الكيب ناسيونال؟ تمنيت إنك ربحته إيه مع ليكيب ناسيونال. وقتها تصفيات كأس العالم تاع جنوب أفريقيا 2010 وقتها خسرنا في موزمبيق. موزمبيق 1-0 وقتها خسرنا. فكر هاي وقتها الترنوا هيك على توجع في الترنوا كامل احنا الوالع، صحيح. هاي وقعدنا ديرني ماتش مع ماتش نيل ونيجيريا، تاع ماتش نيل نترشحوا ولا نيجيريا حسب نيجيريا تخسر نترشحوا ولا احنا نربحوا هاي نترشحوا فكر للوالع. هاي هيك فكر الماتش على الوحيد تمنيته، فهمت؟ وكانت صدمة كبيرة وقتها حتى التونس الكل، صدمة كنا خير من موزمبيق برشا، معناها مش كنا عملنا نيوز صراحة. بخير برشا والماتش تصعيب قبلها بجمعة ولا جمعتين مع نيجيريا، جبناه في أمانة جبناه. أبوجا وقتها ما كانت في الدراج في اي رمضان قبل الفطر. 90,000 متفرج و100,000 في ستاد زي هيك في السخانة هيك. تلقينا الفطر بعد ساعة من المغرب نتفرج في الماتش. اي عملنا دي وقت نهار آه يا 8%. حصل. هذه باج موغود دو ليكيب ناسيونال قالت لك شكون فريقك المفضل في الخارج؟ مدريد، هلا مدريد. باهي حوسي 75 قال لك شبيك ما تعاونش في اولمبيك مدنين رغم اللي انا مش مدنين، قال لي وصلوا الميساج بالله. لا مدنين اسألهم عاونتهم كي مشيت خرجت لفرنسا، مشيت ملي خرجت في فرنسا اللي قعدت في فرنسا كل عام نعاونهم. ما نعرفش فما ساعات نعطي فلوس ما عرفش توصل ما توصلش، اما راني في مدنين اللي عاونتهم، عاونت جمعية أولمبيك مدنين أكثر ما عاونت دارنا، مع الفلوس عطيتهم مدنين أكثر ما عطيتهمش لأخواتي يعني، فهمت؟
غسان برمضان قال لك منيع بتشوف قادر يحطم الرقم اللي عملته انت. مع اللي قريب وهب الخزري، اذا ينجم كمل ينجم على شلال. نفرح له ولا بيان سور عليه، بدنا نفرح، انا ما عنديش شكل ليه عليه. انا في بلاصتك ما نفرح له، حبوا يقعد مقاعد سنين اخويا لا ما لا لا، بالعكس بالعكس، ما نفح بكش اخي، يربحنا برشا ماتشات وغاسا لوي، معناتها كل ماشي مارك علاش نهز كوب دافريك ولا حاجه. ان شاء الله ان فهمت شاء الله اخوي. فهمت. بيه باج اخرى فوت بوانتين عايش خير يحترف صغير بالرغم كان ينجم يخلي اسم كبير في الاسبيرونس ومن بعد يحترف. عليه جاتني فرصة المكشخة حبوك تعطي اكثر الاسبيرونس معناها. وقت أنا صغير. شوف أنا جاتني فرصة، ووقت المسؤولين في الترجي وقفوا معايا وسهلوا لي، معناتها وقتها برشا فلوس، معناتها فلوس ب 2 مليون دورو وقتها خرجت. فهمت وقت المكشخة ما رفضتش. شو نقول لك، تمنيت اي واحد يدخل المكشخه، تمنيت. اما انا بصحيح كلامه صحيح، خاطر ما لعبتش برش، لعبت 3 سنين، فهمت، منهم عامين تيتولير والعام ونص تيتولير. فهمت محمد بن أحمد قال لك حاجة ندمت عليها في كاريرك. حاجه ندمت عليها في كاريري، والله برشا حاجه. شو نقول لك، حاجه ندمت عليها في أعطينا كاريري، أهم حاجة فيه. أهم حاجة أهم، والله برشا باش نتذكر، برشا حاجات ديسيزيون مهمة بديتها ندمت عليها. اللي أنا خرجت من لونس. فهمت علاش وقتها؟ وقتها هما مشيت بريست انت وقتها؟ لا لا، مشيت الأوكسير، باعوني الأوكسير وقتها، اوكسير. هم رفضوا علي، قالوا لي مسح زون بوزون دارجون، وقالوا لي تمشي. قلت لهم لا 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 لا، حكاوا معايا، قالوا لي لا انا مسحقين فلوس ولازمك تمشي. فهمت وقت اللي جوا الوحيد اللي انا جاني، معناتها جاني اوفر. فهمت فهمتك. وقت فارس قال لك فما فاران وفما سيرج غوية. وقت فاران مشى لمدريد، الاخر مشى ل لعبت معاهم انت وريه وبرانو هاي بيت انا عندك دي سوفينير اذا انك دوت معاهم حاجه ايه ترايف هكا صار وشنو تفكر معناتها؟ شارج جولي، كنت دي ما بيتش انا وعلاء، بيت مع شارج جولي قبل يجي عليه، علاش؟ قبل يجي عليه وقتها يخلط عليه اللونس، كنت ديما انا شارج جولي ديما معايا في علاش؟ البيت. انا كنت مغروم بك جوات صغار، فهمت، يبدو طالعين صغار ديما هكا بقى معايا. فهمت دي هو افريكان جو عليه يضحك ديما، فهمت، نفس ستيل أما بتاعي. مشيكلي شوية، ها لا مشيكلي عقل، شوية هو. لا قبل كي كان لهنا، ما سي بون، لا تحسن برشا. لا فهمت وفيران شو تفكر معاه؟ فمش حاجات صاروا معاه. فران من او فران، انا ذكر اول سيونس انترمون بتاعه معانا، قلنا لهم مشينا للبريزيدون، قلنا له اش تعملوا، علاش مش من الاول معانا وقت كان يلعب بيفو ميلو تيران، يلعب بيفو وقت ما شاء الله عليه، معناتها فيتيس، الطول، تكنيك، معناتها سان فري، معناتها فري جوار. فهمت فهمتك. فماش حاجة بينك وبينه صارت حكيت عرش؟ كنت صحاب برشا، انا اخو صغير هز سباب الكورة كان عنده اخو صغير ديما يجي، معناتها كل مرة نمد له صبات، فهمت، على كورة، معناتها اخو صغير يقحف لا لا، معناتها الجو، معناتها احنا شوف في لونس اسال حتى حمدي الكسراوي على الدين يحيى، فهمت، سانت ان كلوب فاميليال، فهمت، كانك داخل معاش داخل الداركم، تعدي نهار كامل في الكلوب، خاطر السونتر فورماسيون فيه كل شيء، فهمت، تنجم تاكل ترقد في البيوت، عندك سال دي جو، تنجم تقرا، تنجم تاتو، فهمت، 8 تيرانات ولا 10 تيرانات في الكومبلكس، معناتها تنجم تعدي نهار كامل ما تقلقش. فهمت كانت ديما تلقى لي فامي العائلات تاع الجوارات تلقاهم غادي، فهمت، كانت ديما حاجة باش. عصام فارس قال قداش لعبت من دربي؟ كات ولا خمسة جو، أربعة 4.
باهي حكاية جيو. الدربي من أنا من اللي جيت المكشخة ما خسرت حتى الدربي ربحتهم الكل ده. في الصغار ولا حتى الكبار، ما خسرت حتى الدربي. بورت بولر. ما أنا من الكادي حتى السنور ما خسرت حتى الدربي. بيه عصام سديري 63 قال لك سلام قبل كل شيء. عصام كلاعب سابق في ترجي، شنو تشوف ينقص ترجي اليوم؟ شكون انتدابات تستحق؟ ينقص الترجي اليوم ان فري نومرو 10، فهمت؟ ينقص نكس الترجي. صنع العاب معناها. اي شكون تشوف ملاعب ينجم يكون موجود في ترجي كوستاريكا؟ عارف جوار معناتها ستيل البلاي هو اوكي يلعب سلو كوتي، اما تحس تحبوا جوار معناتها عنده ديريكت معناتها ديرني باس معناتها يعمل الفارق في الترجي. ناقص معناتها من خرج يوسف، خرج سعد بقير، خرج البلايلي، خرج اسم البدري، فما تلقى معناتها ان جوار معناتها تلقى منه باس الاخرى يخرج به لاتاكون يفرد به معناتها جمعية كاملة، بي فهمت؟ عصام خلينا نعمل كويز قبل ما نكمل معاك اخر حاجه. اوكي بي شكون احسن لاعب تونسي توا توا في الشامبيون تاع تونس ولا يلعب في الكيب ناسيونال في كل شيء تونسي عنده جنسيه تونسيه؟ اللي يلعبوا توا؟ هاي انا بالنسبه لي يوسف المساكني، فماش ما بي فما احسن بشو لاعب خاطر ممكن فما يوسف المساكنك شكون شو نسميلك بالنسبه ليوسف المساكنك هو صاحبك كريم ما يتفرج فينا، تحية ليك. هاي اي سنه فيه ما في الجروب كريم صعيدي زاده. ايه كريم قلت لك ايه. بيه شكون احسن لاعب في تاريخ تونس؟ تاريخ تونس وكل ايه ولا اللي خدت عليهم انا؟ بيه اللي خط عليهم انت اسهل نتصور، تاريخ تونس برشا ما تفرجتش فيه. اي اللي خلطت عليه ما احسن لاعبي، احسن لاعبي اللي خلطت عليهم انا في تاريخ تونس وكل، صعيب برشا باش خاطر فهم برشا جوال باهي. اسمعني ما نحب باش نعطيك حاجة ما تخممش برشا، أول واحد يجي على بالك هذاك هو. ديريكت على بالي ديريكت أي تكون جاي على بالك أول واحد. لا سؤال صعيب برشا هذا والله، شو نقول لك؟ اوف لعبي يعجبك، ما فيهاش دبلوماسية ولا حاجة، لعبي تشوفه كورجي برشا خلط عليه أنت. اسكندر سويح اسكندر السوايب. شكون أقرب لاعب ليك؟ اللي الجماعة يتفرجوا فيه هذا من الجروب بتاعنا، بلبولي، السعيدي، سامي العلاقي، الحقي، يوسف، علي الزيتوني، كسراوي، سعد سميتهم الكاي. الكل هاك. ايه هذا معناتها مع الجروب هذا نحكي معاهم، فما ساعات الجروب معناتها اصحابي الاخرين زاد عندي كونتاكت. انا شوف حاجه باهي معناتها كونتاكت مع جوارات الكل، اسال اي جوار عليا عمري عملت مشكله مع حتى جوار في تونس. صحيح. جامي شكون أحسن مدرب تونسي؟ حاليا في تونس هما زوز، هما ثلاثه بس سميك ثلاثه بوجولي ثلاثه باه مش نبدا معين الشعباني، الأسعد المدرب المستير جاردة جاردة، والكلب أفريكا بس عدريت. راس الدريدي، بالرغم من الظروف اللي قعدت بها الجمعية وفي برجولية تاريخ تونس في نفس المدرب اللي خدت عليهم أنا. اللي قاطع عليهم انت أنا رجولي مير ما نكذبش عليك، سلي تونسي تونسي. تونسي تونسي معروف. انت عنده اسمعني فوزي بتقول لي عنده فوزي، برشا لعبيه يحكي لي برشا طرايف على فوزي، اعطيني واحده انت. فوزي بالذات نذكرها. انا صغير رحت في المكشخه ضربني، فهمت؟ سي تيران كيفاش نشد في الكوره، فهمت؟ خرجني من التيران ونحى الكاسكات وقال لي اقعد وضربني، فهمت؟ علاش؟ كيفاش نشد في الكوره، فهمت؟ ما فهمتكش كيفاش تجيب في الكورة كيفاش؟ نشد معناتها شديتها برشا كوره، لعبنا ماتش اميكال في الواحد، شديت قعدت نشد في الكوره معناتها ما نلعبش مع ضربك صحابي، ضربك
خرجني وضربني انا صغير وقت. اما شيتو سي فوزي بنزرتي، فوزي راه يسبك ويسمعك ما تكره، وجي من بعد ما يفرونترمون يحكي معك انه ما فما شيء. نعرف ايه، نعرف ايه. باش يكون احسن مدرب ثاني عنده؟ احسن المدرب اللي انت عنده اه لومير ولا لومير. لومير انصر؟ لومير باش يكون مدرب عنده فرض على عصام جمعة؟ عنده فرض فضل. فضل اه ما توقف معايا وعاوني. اه اه فما روجي لومير وسامي ترابلسي وحتى نبيل معلول، هذا متنت عندهم فهمت. ثلاثة هذم هم. أول سالير خذيتها قديش؟ 700 دينار أول كونترا مع القصر. ماتش ما تنساش. ماتش ما تنساش اي على الامبيونس. ها اي الامبيونس فرنسا ايكيب ناسيونال فرنسا ضد تونس هنا في فرنسا في ستاد فرانس، على الامبيونس على الجو واحد. اللي ما لقيت اي الماندانتا وقت اي وقتها مش شنو يحكي، نحكيش شنو على يحكي الجو. العظمة عظمته بس شمرة الظهر بزهري ديما هو يكرهني التو ديما، كنا حتى في لونس كنا نلعبوا ضد مارسي ديما ماركيلو. حكيته فيها حكاية ذي ولا لا لا ديما ماركيلو هو كان بالماتش هاك ملعب حتى ماتش معناتها قعد برشا ملعب بعد كان تيتولير هو ماتش هاك من بعد ولا بناك فهمت. اسمع ايمن زين قال لك اقوى سارية خذيتها الحمد لله طيب علينا منها. صرت في الظروف ما هذه بوت ما ننساش بوت ما ننساش اللي عملت به ريكور، واول بوت ما لقيته في كينيا. في كينيا وقت الحق كلم حقي كان سادي يلعبوا معايا وقتها كينيا في كينيا، هاك ما ننساش اول بوت مع كيب ناسيونال هاك ما بونتو ينساش. مزيان ماركيتو انا احلى بونتو مع لونس ضد كونتر باتانايكوس في لونس اوروبا ليغ كيف هي البونتو؟ فولي ما تحط على تلقاه عطاية عطيتها عطاي ديفيوسيون بالداني كوزان بالراس وهي هابطة قدامي وشطها ديريكت جنب على اليسار. اه ايش تفكر وبونتو ضد ضد موناكو في التسعين كيفية هذا؟ فراب في التسعين هذا تقاعد هيثم ديك. هذا يسلم عليك تحية لي هيثم يا معلم اسمعني فما بونت وانا قعدت في بالي كل زلقت وطلعت بالجارديان هذاك كيفاش حكيته؟ اه هيك هيك حتى ريتو نهارتها لوندومان معناتها يجيبوا كيما نقولوا احنا عندهم ميسيون تاع فوت فهمت، جابها بالليكرون بالسنتيمتر كيفاش الكره طلعت بالديتاي بالكل شيء كيفاش الكره طلعت خاطر امبرسيون معناتها الكره ما يفهموش تو كيفاش الكره عملت التراجكتوار هيك كيفاش مش عادي طلعت البوت كيفاش طلعت وهبطت ورا الجول فهمت، ما طلعت مشاش هيك فهمت، طلعت لفوق وهبطت وراه ديريكت فهمت. اذا هذه امور نتاع فيزيك هذه حكايه لا لا شنو لا حافزك هي نهار الشتاء برشا نعرف ما شاء الله الشتاء مش نورمال بالرغم ان انا لابس الصباط معناتها اللي معناتها حديد فهمت، كيف شطها باليسار البري دابوي نتاعي زرقت فهمت ساقي اليمين زرقت، كي شطها باليسار تضرب في اليمين وتطلع الفوق وتهبط وقتها ولا الجارديان جانو نتفكر وين بونتو تمنيت لو كان انت سجلته عصام بونتو تمنيت ما كان انا سجل. صاحبك بونتو تمنيتو انا ماركيتو ماركا صاحبي شو نقول لك صور صعيب برشا باش نتذكر ميموار صعيبة برشا بونتو ماركا صاحبي مانيتو ماركيتو انا فهم برشا ماتشوات شو نقول لك تلمول عرفت واحد لعب برشا ماتشوات مي ميموار ياسر ها نسيتو برشا بونتوات شو نسميلك شكون شو نسميلك
اي هو كما قلت لك انا سهل، اول بونت وجيك على بالك. تحبني نرجع تي اوف اول بونتو. يلا تمنيتو ماركيتو ماركي انا اي نقول لك معين شعباني ضد هيريس ضد اي آه. اي صحيح. بي تكون اقرب جمعية ليك في تونس بعد الاسبيرونس ومدنين. بعد الاسبونس ومدنين اي جمعية ريد هكا تعاطف معاها كنت تكون. انا لطوال مع تقريب برشا من الجوارات خاطر صحابي يلعبوا في سوسة فهمت انا تو قبل باش نحكي لك حكايه كنت ريت احنا صغار نلعب ضد الاطوال ومره وحش انا نقعد مع الاولاد في سوسه كنت الجوار الوحيد معناتها تمو يشوف فيه في سوسه ما يقلقهم ما تصير حتى مشكله فهمت بيه اقرب اقرب بارابول مع صحابي هم هي الاطوال فهمت كنت نوصل انا في كنت مع نعرف مع كريم. بكشخه كنت نحوس بحذا بيرو جنيح ونقعد غادي مع كريم والبلبوري ومن بعد حقي وبلبول بحذاهم يأثروا فيك بعد. لا لا كانوا صحابي بالكدا قلت لك انا من عمرنا 14 عام واحنا مع بعضنا فهمت اللي عشت مع صحيح. كريم وبلبولي وكريم سعيد وعش اكثر ما عشت مع دارنا فهمت شكون ديفونسور كان يقلقك برشا؟ ديفونسير كي يقلقني برشا لعبت في الصغار ولا وين اون جينيرال قال فما ديفونسور لعب يخوف لعبت مع الكيب ناسيونال هو بومسون بومسون. اوكي تاع الكاميرون شكون اتاكون تو تشوف فيه روحك؟ اتاكون يعجبني برشا ولا كيفاه اي تونسي تونسي الخنيسي نفس الستيل تاع اللعب بتاعنا حاجة فيك ما تعجبكش، حاجة حاجة فيك ما تعجبكش. اللي ساق اليمين ضعيفة برشا أحسن لاعب في العالم شكون؟ بيان سور رونالدو بالنسبة لي أنا هما فما زو ما أدري ليه فما زو تقعد أنت. فما رونالدو برازيليان ورونالدو البرتغالي بالنسبة لي أنا هذو مزوز فينو أحسن مدرب في العالم. في العالم أي في العالم ها أي أحسن مدرب في العالم شنو نقول لك الأحسن مدرب في العالم هو مدرب يهز برشا تيتروات فهمت بتاع مانشستر اسمه فاركي اسمه مانشستر فيرجسون. فيرجسون فهمت بي قبل الحوار خممت قلت زعما شنو باش تسألني ها لا ما خممتش بقولولي جملة. لا لا عصام آخر حاجة هاي نحبوا نعمل تشكيلة، أنت قلب هجوم اوكي وتعملي تشكيلة معاك من اللي لعبوا معاك. من اللعب معي هذه اليوم عملتها مع كريم حقي بسمي لك انا من الخط عليهم انا فهمت من الاحسن من الجول أي من غيري انا يعني. لعبوا معك، ايه من اللي غيري لعبوا انا معك ايه من غيري اللي لعب علي معايا حط انت روحك. هم يسمعوا فيا كريم وكريم حقي وبلبولي مش مسميكم يا سامي العلاقي خاطر اليوم كريم وعاملين تشالنج معناتها باش نعملوا كل واحد انا وبلبولي وكريم وصعيدي وسامي العلاقي كل واحد يعطي 11 مليار جوار في تونس اللي لعب معناتها اللي خلطنا عليهم من غير نسميه رواحنا فهمت باهي كما من غير تحب، باهي ما تسميش يا اسمه آلي بالذات. باش نسميه لك من غير ما تسميهم هم ما كان يسمعوا فيه مش حطونا بدون مشاكل انت. اي مش مسميكم بس نسمي الفورماسيون سميتها انا اليوم اسمه البلبو الكريم حقي هو الجول شكري الوعر اللي خدت عليه معناته فهمت شكري جعيد وبدرة حاتم طرابلسي قلت لي ما علي خلطتش عليه شكري. اي خدت عليه في لونترومون فهمت ما لعبش معاه بعد نحي حاتم شكري ترابلسي لعبت معاه. اي حاتم طرابلسي لعبت مع في كيب ناسيونال باهي. فهمت كنت نحي شكري تحط لي بلبولي معناتها الوحيد باهي. ولا علي بومليج حاسيل حاتم بالطرابلسي على اليمين كليتون على اليسار باهي في الوسط. في الوسط في الوسط ما عندنا برشا دي بون جوار في الوسط في بالك في تونس عندنا ياس
كيفاش بتشتغل على بلدي؟ ثلاثة في لا الوسط ولا فلوس نص مسمي لك الجواب ولا في الجواب؟ سهل، فلوس مسمي لك. تلمو عنا برشا جوالات. انا اليوم سميتهم اليوم شو اسمه جهو المناري، وسميت له زبير بيا. ها لعبت معاه زبير؟ لعب ضده، مش معاه، ما لعب لا ضده، معاه حب لعبت معاهم لعبوا معك لعبوا معايا اي باي البوعزيزي، اها البوعزيزي والمناري والمناري وجو واسكندر وشكونات صويح. بوعزيزي وجوهر واسكندر صويح، به والقدام فهمت؟ سانتوس وزياد، اي وين سانتوس وزي سانتو لا سانتوس اللي ما مسميش راح، سانتوس وزياد ويوسف المساكني يك هاو ثلاثة كمان و التشكيلة وفات هكا سيتو هكا كاترو اترو. خويا ميرسي بوكو عايشك مغرم زيد باهي في خليك المنصورة الخايب. هاي لا تنهزوا بيها كوب دافريك ها خليك في الاخر لو كانت تحب تقول حاجة عصام عرفش تتعدي ولا ميساج ولا ميساج للتوانسة شو تقول للتوانسة بيان سور، شوفوا قبل كل شيء نقول لهم إن شاء الله شهر رمضان مبروك علينا اللي جاي، إن شاء الله إن شاء الله بدعاكم ودعاء المسلمين كل الشيء هذا الوباء هذا يمشي علينا. قوم راي بيرود صعيبة على العباد الكل، على الدول الكل، ونقول لهم احنا عنا قرابة شهرين لهنا في فرنسا في ديارنا ما نخرجوش برشا، معناتها جست تقضي ولا ام بتي تور، معناتها مش بعيد على الدار. نعرف الظروف صعيبة في تونس، فهمت؟ ونعرف فما برشا عباد مش مقصرة قاعدة تعاون، فهمت؟ نقول لهم شدوا دياركم وان شاء الله راهي تونس برجالها، واحميوا رواحكم، راهو مشيت في دليكة، راه المرض هذا راهو خطير برشا، خاطر فهم برشا عباد تقول لك لا حكاية قريب ما قريب لا، ويقتل كان معناتها يموتوا منه كان العباد الكبار ولا العباد اللي عندهم بروبليم، معناتها عندهم مشاكل في معناتها مرض معناتها في، فهمت؟ نقول لهم لا راهو غلط لهنا ديغنومون، معناتها قاعدين عباد صغار ولا يموتوا معناتها على لاج دي 14 ans 16 ans، فهمت؟ يموتوا في فرنسا، فهمت؟ ونقول لهم شدوا دياركم معناتها خاف على عائلتك قبل تخاف على روحك، فهمت؟ اغزر لعائلتك قبل، يعطيك الصحة عصام، ميرسي بوكو فهمت؟ خويا. وميرسي بوكو انت على على الانترفيو هذا، ان شاء الله العباد عجبتهم، وان شاء الله مرة جاية مرة مجوعة في الراديو عاد. ان شاء الله المره الجايه في الراديو، ولا نعمله مع الجروب بتاعي يعني الاربعه مع بعض أي إن نعمله شاء مع، الله نشوف فهمت؟ وتجمع كل الضحكة عاد. فهمت سلم برشا على حقي والسعيدي. اوكي يبلغ و تخي بيانتو معناته، وسلم على العباد الكل في تونس ونقول لهم ليت تكزين أخوي لاباس ان شاء الله. عاشك، ميرسي بوكو، تشاو. نذكر الناس كل تنجموا تلقاوه إن شاء الله الحوار تلقاوه في الشين يوتيوب نتاعي غدوة يهبط الحوار مع عصام جمعة إن شاء الله تلقاوه بقية الحوارات الكل وتابوني والكونت انستغرام كيف كيف تابوني الشين يوتيوب تلقاو اللي نتاعها في البروفيل نتاعي على انستغرام إن شاء الله غدوة يكون معانا ضيف جديد إن شاء الله كده عادة في نفس التوقيت ثمانية نتاع الليل بونوي.